شوف حبة عاد ورانا. المأزق الذي تحدثه الشباب وأبطال المقاومة بدعم من التحالف، واحنا الآن في معسكر كوفل. الناس متجمعين هنا. والله شاب عبد الحليم. كيف انتم؟ الحمد لله بخير. من جاي؟ من نبه. ما يتحط قدم والله. معي مشينا البارح لا قريب من السوق. ايوه. وصلت الدالي قال نرجع منه قطعة عشان يرتبوا امورهم جاهزة. انت روح ورا. ارفعها كذا. رجع ولا عدوك انا. لا بخاف من هذا اللي حقه من الشعب. يا حزوب يا حزوب يا حزوب. ما انا عند رجل. لا بخاف من قادري. كيف حالكم؟ سلام سلام يا صاحبي. كل يوم جيت عندنا للمدة. تقريبا
قد تم اليوم السيطرة على لواء كوثر، وإن شاء الله غدا سنتجه إلى العاصمة صنعاء وعمران وصعدة حتى نطرد الميليشيات الحوثي وعفاش. ولا يقولوا الاعلاميين الذي يودهمهم الناس تحت الطلعة الحمراء، تقدمنا من الطلعة الحمراء الى ان وصلنا هنا. خلاص تمام والله الان باقي قدم باقي حول انا ما هاربين من الشباب هذه انا داري هاربين وهم هاربين وحتى انا ما ادري ايش اللي عملت رزين هنا الا 12 نزلوا انا فيه نزلوا نزلوا من هنا نزلوا نعم طقم 12 نزلوا من هنا ما عم طاق من فوقها 12 طاق من مو هذا صور لي يا اخي السلام عليكم. السلام عليكم. أتكلم مع السيد. يا شيخ من؟ معنا امس ايوه طالع وين هو؟ طالع فوق هنا الجزيره طالع من الجزيره فوق
السلام عليكم. القبله باس على السميد الحين. لا سهلة. وش فيهم لغم؟ الدنيا ملانة الغام.